يلا. عملية اليوم رح نبدأ محاضرة جديدة بفصل جديد بأفكار جديدة تتعلق ب تتعلق بعملية الشاشة عند الكل كبيرة. طارق عند الكل كبيرة ولا ضبطت هيك كاملة هيك؟ منار منار محمد نفس الشيء يعني نحن وخالد الشاشة كبيرة ولا يعني القراءة ما هي واضحة؟ هيك زبطت معك يا طارق؟ منين دخل من موبايل طارق ولا من لابتوب؟ تمام. يلا رح نبدا نحن محاضرتنا الجديده يلي بتحكي عن عمليه تخطيط الانتاج والارباح في الاجل القصير. النقطه اللي بدنا نحكيها ان عمليه تخطيط الانتاج والارباح في فتره زمنيه قصيره هذا الامر بتطلب ان نحن نستخدم اساليب وطرق متعدده ومحدده. هاي الفكره مين بدي يقدم لي هالاساليب وهالطرق هي اللي راح تقدمها المحاسبة الإدارية. كل النقاط اللي بتتوضح فيها ما عم بفهم عليك يا خالد، كلياتهم عم بيطلعوا إشارة استفهام. خالد حبيبي، كل الكتاب اللي عم تكتبه عم تطلع إشارة استفهام. تمام؟ وبالتالي ما واضحة عندي أي شيء عم تكتبه. أوكي. هلا بس كتبت اوكي طلعت صحيحة، عرفتها بكتبها بالانجليزي. اهم نقطة فيها في عملية تخطيط الانتاج والارباح هي دراسة العلاقة بين ثلاث عناصر اساسية يلي نحن راح نشوفهم. الثلاث عناصر الاساسية اللي راح نشوفهم هن اللي هي تمام، ما في مشكلة، عندك مشكلة بال هدول الثلاثة. دراسة العلاقة بين هالعناصر الثلاثة اللي هن التكلفة اللي شرحناه والحجم، قديش لازم أنا أبيع وأنتج، وقديش مقدار الأرباح اللي هي راح تكون. عملية التحليل ودراسة العلاقة بين هالعناصر الثلاثة راح تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات من خلال المؤشرات اللي هي بتكون. حيث الإدارة بخصوص التكلفة تعمل على إيجاد العلاقة بيناتهم
عذرا منكم كان تليفون جدا. انا بعتذر، الصوت من عندي، انا بعتذر منكم ابني. رجع الصوت هيك صار واضح. وبالتالي اهم علاقة هي عملية دراسة العلاقة بين التكلفة والحجم والربح. هلا ثم سنقوم في عملية دراسة بعد ما نحلل العلاقة الأهم لمساعدة اتخاذ القرار، سنقوم في عملية دراسة لمفهوم هامش المساهمة وتحليل التعب. هلا عملية العلاقة بين التكلفة أهم ثلاث عناصر. دراسة العلاقة بين التكلفة والحجم والربح هي بتؤدي إلى عملية دراسة ما بين إيرادات المبيعات يلي هي رح تكون، وعملية التكاليف والتمييز ما بين التكاليف المتغيرة والثابتة، وعملية تقدير الأرباح في الأجل القصير. هلا شو المقصود في مصطلح الأجل القصير؟ المقصود في مصطلح الأجل القصير هو عبارة عن الفترة الزمنية التي تبقى خلالها بعض التكاليف ثابتة وبغض النظر عن مستوى الإنتاج ضمن المدى المحدد بالطاقة الحالية للمنشأة. يعني هي المدة الزمنية اللي بتكون فيها التكاليف الثابتة مقدارة ثابتة بغض النظر عن مستوى الإنتاج. هذا هون الأجل القصير اللي نحن بنقصد فيه الفترة الزمنية اللي هي قد تكون المقصودة فيها، وليس أكثر من سنة أو مع تغير لبعض الأسعار أو تغير لتلك التكاليف الثابتة. طالما مقدار التكاليف الثابتة هي تبقى ثابتة مهما كان تغير مستوى الإنتاج، هذا الشيء رح يكون متطلب أساسي من خلاله. وبالتالي يرتكز عملية التحليل على العلاقة ما بين التكاليف والحجم والأرباح على كيفية تأثير الأرباح بالعناصر الخمسة التالية: أسعار المنتجات، حجم أو مستوى النشاط، التكلفة المتغيرة للوحدة، مجموع التكاليف الثابتة، تشكيلة المبيعات، يتطلب التكلفة بالحجم بالربح التعرف على الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها هذا الأسلوب. شو ما فهمت محمد؟ لا مكتوب هو حبيبي بالمقرر كامل، هو هاي بالمقرر موجودة كاملة. لا نفسه حبيبي، نفسه المقرر. رجع نزله من المحتوى الرقم، يرجع نزله نفسه. شو الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها هذا الأسلوب؟ أول شيء، الفرض الأول أن حجم الإنتاج يتغير في حدود معينة ممثلة في المدى الإنتاجي الملائم للأجل القصير. يعني مقدار الإنتاج في هذا المدى القصير رح يكون تتساوى عدد الوحدات المنتجة والمباعة خلال المدى الإنتاجي الملائم، بحيث تظل مستويات المخزون ثابتة خلال هذا المدى وقريبة من الصفر. يكون الإنتاج والبيع مقصورا على منتج نمطي واحد أو تشكيل منتجات ثابتة النسب. هي كلها افتراضات
يجب أن تكون بعين الاعتبار لما نحن عم ندرس هذه العلاقة ما بين التكلفة والحجم والأرباح. وجود علاقة خطية ثابتة النسب بين الإيراد الكلي وحجم المبيعات، إمكانية تقسيم التكلفة الإجمالية للإنتاج خلال المدى القصير إلى ثابتة ومتغيرة، وجود علاقة خطية ثابتة بين التكلفة المتغيرة وحجم الإنتاج أو المبيعات، عدم تأثر إجمالي التكلفة الثابتة بتغير حجم الإنتاج أو المبيعات خلال المدى الملائم للإنتاج. إذا كانت المنشأة تنتج وتبيع أكثر من منتج تعدد المنتجات، فيجب ثبات التشكيلة السلعية خلال هذه الفترة. هدول هن الافتراضات. حاليا رح نشرح نحن شو هو مفهوم المساهمة. مفهوم المساهمة لما نحن حكينا فيه هامش المساهمة هو القيمة المتبقية من إيرادات المبيعات بعد طرح التكاليف المتغيرة. لما درسنا نحن آخر ليش نحن ركزت أنا على المثال وحليت لكم إياه، لما جيت قلت أنا إيراد المبيعات تمام حطيناه نحن هون، وحطينا ناقص تكاليف متغيرة كل شيء تكاليف متغيرة سواء كانت صناعية أم تسويقية أم بيعية، حطينا المجموع وطرحنا منهم، طلع هامش المساهمة. وبالتالي شو هو عم بيقول؟ القيمة المتبقية، طلع هي إيراد المبيعات، القيمة المتبقية بعد طرح التكاليف المتغيرة. وبالتالي هذه القيمة إذا كانت هون 5 مليون إيراد المبيعات، التكاليف المتغيرة كانت 3 مليون، معنى ذلك هامش المساهمة هو مليونين. هامش المساهمة هو مليونين. مليونين هاي الجزء هو المليونين، هو اللي رح يساهم، هو الجزء الذي سيساهم في عملية تغطية القيمة المتبقية لتغطية التكاليف الثابتة. هذا الجزء هو اللي رح يغطي التكاليف الثابتة تمام. بعد ذلك سينتج أرباح صافية. بعد ما بشيل حاليا قديش تكاليف الثابتة، طلع التكاليف الثابتة 500,000، معنى ذلك مليونين. تكاليف الثابتة 500,000، معنى ذلك عندي 1.5 مليون هو مقدار الأمور الواجبة. واضح؟ فهمناها؟ وبالتالي نؤكد على تعريف هامش المساهمة هي القيمة المتبقية من إيراد المبيعات بعد طرح التكاليف، وبالتالي هامش المساهمة هو القيمة المتبقية لتغطية التكاليف الثابتة، ومن ثم شو إيراد المبيعات شو يا هنة؟ بس إيراد المبيعات هي التكاليف. انت المحاضرة الماضية لما حلينا نحن ما هي هي اللي بتغطي إيراد المبيعات بطرح من التكاليف المتغيرة تمام؟ هذا اسمه هامش المساهمة. وبكلمة أخرى يستخدم هامش المساهمة في تغطية التكاليف الثابتة والباقي يوجه للأرباح. وإذا لم يكن هناك هامش للمساهمة كافية لتغطية التكاليف الثابتة فإن المنشأة تحقق خسائر. هلأ لتوضيح مفهوم هامش المساهمين بدنا ناخذ المثال التالي.
في الأمثلة بتتوضح كل الأمور. مثال: بفرض أن إحدى الشركات تنتج وتبيع دراجات هوائية، وفيما يلي بيانات التكاليف العائدة لها عن عام 2018. التكلفة المتغيرة للدراجة الواحدة 24,000، تكاليف ثابتة للمنشأة 160,000، سعر بيع الدراجة الواحدة 40,000، الطاقة الإنتاجية القصوى، يعني طاقة الفترة القصوى أكثر شيء المنشأة بتحسن تنتج خلال هذه الفترة 1000 دراجة. فإذا علمت أن الشركة أنتجت وباعت خلال شهر الكانون الثاني دراجة واحدة، يعني بشهر، بده قائمة التكاليف الحدية. قائمة التكاليف الحدية المبيعات، شو أن هي المبيعات؟ 1 × 40,000 سعر الدراجة رح يساوي 40,000 ناقص التكلفة المتغيرة، هي 24,000 ضرب كم دراجة؟ دراجة واحدة معناتها عندي 24,000 ناقص 40,000 معناتها باقي عندي هو مقدار 16,000. وبالتالي هامش المساهمة، هامش المساهمة هي نفسها. طبعا إيراد المبيعات هي المبيعات حبيبي، كشو هي إيراد المبيعات؟ هو المبيعات، هاي عدد الوحدات ضرب السعر، هاي العدد ضرب السعر، هذا هو إيراد المبيعات. فهمناها؟ عشر ألف. هلا نجي نحن حاليا في منقول هامش المساهمة هو 16,000، تمام؟ هامش المساهمة هو 16,000. هلا ناقص التكاليف الثابتة هي 160,000، وبالتالي 16,000 ناقص 160,000 هي ناقص 144,000 ناقص. ليش؟ وبالتالي المنشأة هون حققت خسارة، مما يعني أن المنشأة لم تستطع تغطية التكاليف الثابتة، وبالتالي هامش المساهمة رح يكون هو ضعيف. منشوف هون الإجمالي المبيعات دراجة واحدة بسعر 40، هاي إجمالي للوحدة الواحدة 40، نسبة من المبيعات هو 100%، ناقص التكاليف المتغيرة دراجة واحدة ضرب 24 هي عم تحقق 60%، يعني التكاليف المتغيرة هي 60%، هامش المساهمة رح يحقق 40%، بنطرح التكاليف الثابتة بطلع عندي خسارة تشغيل 144,000. نلاحظ أن هامش المساهمة للدراجة الواحدة يبلغ 16,000، وبناء عليه فإن بيع دراجة جديدة يتيح للشركة هامش مساهمة قدره 16,000 يساعد في تغطية التكاليف الثابتة. يعني حاليا لما بدي انتج انا دراجة تانية، هذا هوني خطأ 16,000، هوني هاي 16,000، تمام؟ هامش المساهمة للدراجة الواحدة يبلغ 16,000، وبالتالي فان بيع دراجة جديدة يتيح للشركة هامش مساهمة بتغطيتها 16,000. هلا اذا رجعنا بعد دراجتين، شوف شلون بدها تكون النتائج. الدراجتين
اجمالي دراجتين ضرب 40,000 قديش؟ 80,000. تكاليف المتغيره دراجتين ضرب 24,000 48,000. هامش المساهمه صار 32,000. وبالتالي مع كل دراجه جديده بانتجها وببيعها قديش رح يحقق لي فائض يغطي جزء من التكاليف الثابته بمقدار 16,000. وبالتالي هذا الهامش المساهمه هو يلي عم بيساهم في تغطيه التكاليف الثابته. فهمنا ليش سموها هامش مساهمه؟ هي عم بتساهم في تغطيه التكاليف الثابته. فهمناها؟ وبالتالي لما انتجت انا قطعه جديده وباعها ادت الى خساره تشغيليه بمقدار 128,000. كانت 144,000. كانت خسارتي قديش على دراجه وحده؟ 144,000. لما انتجت دراجه ثانيه قديش صارت؟ 128,000. نقصت الخسارة وبالتالي انتاجي لدراجة ثانية وبيعي للدراجة الثانية ساهمت في تخفيض التكاليف الثابتة وساهمت في تخفيض الخسارة. وبالتالي نلاحظ أن بيع وحدة إضافية أخرى ساهم في تخفيض التكاليف. هلأ بمقدار هامش المساهمة البالغ 16,000. مما تتقدم يمكن طرح السؤال التالي: ما هو عدد الدراجات الواجب على المنشأة بيعه لتغطية كافة التكاليف الثابتة حتى لا أكون لا ربحان ولا خسران؟ هو 10. وبالتالي عدد الدراجات الواجب بيعه هو قانونا التكاليف الثابتة تقسيم هامش المساهمة للدراجة الواحدة. تكاليف الثابتة قديش كانت؟ 160,000 تقسيم 16,000 يساوي 10 دراجات. وبالتالي عند انتاج وبيع 10 دراجات المنشأة في هذه النقطة عند انتاج وبيع 10 دراجات لا تحقق لا ربح ولا خسارة. بتكون ساهمت عملية التكاليف هامش مساهمة ساهم في تغطية التكاليف الثابتة. فهمنا هالقانون؟ وبالتالي عدد الدراجات الواجب بيعها هو التكاليف الثابتة ناقص هامش المساهمة للدراجة الواحدة. نشوف إذا بعت أنا 10 دراجات ب 40,000 400,000، 10 دراجات ب 24,000 240,000، وبالتالي هامش المساهمة 160,000، يطرح التكاليف الثابتة 160,000 وبالتالي صارت صفر. فهمناها ابني؟ في حدا سؤال له سؤال عليها؟ وبالتالي هذا يعني انه عندما انتاج وبيع 10 دراجات يتم تغطية كافة التكاليف المتغيرة والثابتة، وعند هذه النقطة تكون المنشأة في حالة لا ربح ولا خسارة، وفي هذه الحالة يقال ان الشركة قد وصلت الى نقطة التعادل كما سنرى لاحقا. وبعد نقطة التعادل كل شيء ببيعه بعد العشر دراجات معناته أنا شو رح أساوي إذا أنتجت وبعت إنتاج 11 قطعة؟ شو قد رح يكون أنا أرباحي؟
16,000 برافو. وبالتالي كل ما هو انتاج وبيع اكثر من نقطه التعادل للكميه التعادل اللي هي 10 هي تمثل صافي الربح. وبالتالي لو انتجت وبعت 11 دراجه نجد ان صافي الربح يصبح 16,000. منشوف 11 دراجه 440,000 تكاليف المتغيره، 11 دراجه ضرب 24,264,000 صار هامش المساهمه 176,000. 176,000 ناقص التكاليف الثابته 160,000 بيطلع صافي الدخل هو 16,000. وبالتالي حاليا كل قطعه تنتج وتباع بعد نقطة التعادل بعد العشرة هي تمثل شو تمثل؟ تمثل عملية الربح الصافي للمنشأة. طبعا ما أن بعد العشر دراجات ما في خسارة، صافي أرباح. عشرة صفر، عشرة صفر. تسع دراجات خسارة، 11 دراجة ربح 16,000، 12 دراجة ربح 32,000، وهكذا. بناء على ما سبق يمكن استنتاج النقاط التالية. بس نسكر المايك. يغطي هامش المساهمة التكاليف الثابتة، من ثم مع تحقيق مبيعات إضافية فإن الخسائر ستنخفض أو الأرباح تزداد بمقدار هامش المساهمة لكل وحدة إضافية مباعة. تكون المنشأة في حالة لا ربح ولا خسارة تعادل عندما تتساوى التكاليف الكلية مع الإيرادات الكلية، ويزداد صافي الربح بعد التعادل بمقدار هامش المساهمة لكل وحدة إضافية جديدة ومباعة. ثلاثة، ولتقدير صافي الربح فوق نقطة التعادل يتم ضرب عدد الوحدات المباعة التي تزيد عن نقطة التعادل بهامش المساهمة للوحدة. فمثلا بفرض أن الشركة أنتجت وباعت 15 دراجة، هذا يعني أن صافي الربح هو 5 دراجات ضرب 16 يساوي 80,000. للتأكد إذا بدنا نتأكد نشوف القائمة، عند إنتاج 10 وهون عند إنتاج 15، شوفوا عند إنتاج 10 و 10 ضرب 40 400,000، 15 600,000 هي منين جبناها؟ هي 15 ضرب 40,000 600,000. التكلفة المتغيرة هي 360,000، 15 ضرب 360,000 ضرب 24,000 عفوا ضرب 24,000 360,000. وبالتالي 600,000 ناقص 240,000، 240,000 التكلفة الثابتة ثابتة، 160,000 وبالتالي حققنا ربح. الفرق 5 دراجات، بتلاحظ اني الخمس دراجات كل شيء هي عم تكون بعد العشرة عم تحقق ارباح. انتجنا 20 دراجة، 20 دراجة قد مقدار الربح راح يكون؟ قد مقدار الربح اذا انتجت 20 دراجة، انتجت 20 دراجة وبعتها، قد صافي الربح راح يكون؟ 160,000. برافو، 160,000 هي مقدار صافي الربح. فهمناها؟ فهمنا هذا المثال؟ وبالتالي يمكن تقدير الأرباح التي تزيد فوق نقطة التعادل عند مستويين للمبيعات. فمثلا بفرض أن الشركة تنتج وتبيع حاليا 15 دراجة وتخطط في زيادة مبيعاتها إلى 25، يمكن تقدير الأرباح هي 25 معناتها ناقص 10 15 وحدة ضرب
كل وحدة بتعطيني 16,000 وبالتالي رح تحقق لي عند انتاج 10 رح تحقق لنا 160,000. عند انتاج 25 طلعوا قديش رح يكون؟ مليون. هاي حسبناها بين خلال 25 ضرب 40,000 وهوني 25 ضرب 24,000 600,000 وبالتالي مليون. هلا 400,000 ناقص 160,000 رح تطلع 240,000. هذا خطأ، هاي 240,000. تمام. عند بيع 15 حققت لي 80,000. هوني لشون بعرفون 25 شقد نقطة التعادل؟ 10 ناقص 10 شو يساوي؟ 15. كل وحدة ضرب 16,000 رقم ما بعرف انا صافي الربح شقد يساوي؟ 240,000. واضح؟ فهمناها؟ وبالتالي هون الفرق بين ال 15 10 حققت هذا الشيء. في اي شيء؟ في حدا عنده اي سؤال؟ وبالتالي 160 يلي هو الفرق ال 10 وال 80 هي 240,000. إذا كانت المبيعات تساوي الصفر فإن الشركة تحقق خسارة تعادل تكاليفها السابقة. يعني إذا أنا اليوم ما عندي لا إنتاج ولا شيء، قد مقدار خسارتي هي فقط 160,000 يلي هي تعادل التكاليف السابقة. حيث يستفاد من هامش المساهمة في حساب معدل هامش المساهمة، ويفيد معدل هامش المساهمة بشكل كبير في تحليل العلاقة ما بين الكلفة والحجم والربح من خلال تقدير الأرباح استنادا إلى التغير في المبيعات. ويتم حساب معدل هامش المساهمة كما يلي: معدل هامش المساهمة هو هامش المساهمة الكلية تقسيم المبيعات، وللوحدة الواحدة هامش المساهمة للوحدة الواحدة على سعر البيع للوحدة. هون هامش المساهمة للوحدة كان 16,000 تقسيم سعر البيع للوحدة 40,000، وبالتالي 40% هامش المساهمة. لما جينا نحن أنتجنا 10 قطع صارت هامش المساهمة 160,000 والمبيعات 400,000، وبالتالي بتضل 40%. لما انتجنا 25 قطعة 400,000 كان هامش المساهمة والمبيعات كانت مليون، وبالتالي هامش المساهمين رح يكون 40%. هاي عند انتاج 25 قطعة، هاي عند انتاج 10، هاي عند انتاج قطعة واحدة.
طلعوا عم بتضل النسبة واحدة. فهمناها؟ معدل هامش المساهمة، وبالتالي معدل هامش المساهمة عم بيكون نسبته 40%. ويظهر هامش المساهمة مدى، يظهر معدل هامش المساهمة مدى تأثر هامش المساهمات بالتغيرات في إجمالي المبيعات، بمعنى أن زيادة المبيعات بمعدل 1% سيؤدي إلى زيادة هامش المساهمة بنسبة معدل هامش المساهمة، ومع اقتراض أن التكاليف الثابتة ثابتة فإن صافي الربح سيزداد بنفس المعدل، وبالتالي التغير في هامش المساهمة يساوي معدل هامش المساهمة إلى 40% ضرب التغير في المبيعات. خلينا ناخذ مثال ثاني. لا، حسب الطلب، إذا أنا بدي المعدل باخذ المعدل، شو بطلب منك بدك تقولي لي؟ أو تقولي ما عم بنتبه العيون نظارات من معي. عنا. بفرض أن إحدى الشركات تنتج وتبيع، تنتج وتبيع مدافع كهربائية، وفيما يلي البيانات المتعلقة بها عن الشهر الأول من عام 2018، عدد المدافع المنتجة والمباعة 15 مدفع، التكلفة المتغيرة للمدفع الواحد 10,000، التكاليف الثابتة 120,000، سعر بيع المدفع الواحدة 20,000. تمام؟ هاي هي المنتجة والمباعة 15. خلينا نحسبها رأسا مباشرة، 15 ضرب 20,000، وبالتالي 300,000 المبيعات ناقص التكلفة المتغيرة 15 ضرب 10,000 150,000 ناقص بطلع 150,000، هذا هامش المساهمة، ناقص 120,000 التكاليف الثابتة، وبالتالي صافي الربح رح يطلع 30,000. إعداد قائمة التكاليف، حساب معدل هامش المساهمة. شو هن قانون معدل هامش المساهمة؟ هو المبيعات 15 ضرب 20,000 300,000. تمام؟ تقسيم شو؟ هامش المساهمة، هامش المساهمة الكلي يلي هو طلع معنا 150,000، نحسبه تقسيم الكمية، وبالتالي المبيعات 15 مدفع ضرب 20,000 300,000 ناقص التكلفة المتغيرة 150,000، وبالتالي هامش المساهمة 150,000. للوحدة الواحدة 20 10 10، وبالتالي نسبتها 50%. نطرح التكاليف الثابتة بطلع الربح التشغيلي 30,000. معدل هامش المساهمة 150 تقسيم 300,000 50%، وللوحدة الواحدة 150,000 تقسيم 300,000 بطلع 50%. بدي الطلب الثالث، بفرض أن الشركة تخطط إلى زيادة مبيعاتها خلال أشهر قادمة إلى 500,000. تمام؟ وبالتالي التغير في هامش المساهمة، معدل هامش المساهمة 50% ضرب 200,000 رح يساوي هي 100,000. تمام؟ منين جبناها ال 200,000؟ ها المبيعات قديش عندي اياها هون؟ 300,000. شو قد بده اياها يوصلها؟ لل 500، وبالتالي قديش مقدار التغير؟ 200,000.
المبيعات الحالية 300,000، تكاليف المتغيرة 150,000، هامش المساهمة 150,000، يطرح التكاليف الثابتة 120,000 وبالتالي 30. المتوقعة 500,000، تمام؟ تكاليف المتغيرة شلون حسبت أنا؟ 500,000 تقسيم السعر 20,000 بطلع عندي 25 مدفع. 25 مدفع ضرب التكلفة المتغيرة 10,000 يطلع 250,000. عرفنا هذا السعر 250,000 منين جبناها؟ 500,000 هو المتوقع تقسيمه يطلع 130,000، وبالتالي الفرق هو 100,000 مثل ما شفناه نحن مقدار الدخل التشغيلي بالقانون السابق. شايفين شو طلعت؟ 200,000. التغير ضرب التغير في المبيعات، تغير في المبيعات 200,000 ضرب معدل التغير الهامش المساهمة هو 50% بيطلع 100,000. فهمناها؟ في أي سؤال؟ نلاحظ أن التغير في هامش المساهمة يساوي التغير في الدخل التشغيلي يساوي 100,000 ليرة سوري. لهالنقطة في حدا عنده سؤال؟ تحبوا نبدأ بتحليل التعادل ولا كافي لهون؟ حاجة اليوم طارق؟ يلا، يعني نحن بعد بدنا نحكي تحليل التعادل، هي كثير مرتبطة بهذه الفرضيات، هي فقرة طويلة تحليل التعادل. يعني راح نشوف طرق التحليل أو حجم التوازن، هي كلها فقرات طويلة مرتبطة في بعضها. ما سمعت شو هالسؤال إليك الدكتور، في مجال تشرح لي عن التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة؟ تمام، التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة تمام. هلا إذا أنت اليوم بدك تصنع طاولة، تمام، الطاولة بلزمت 2 لوح خشب، اللوح بألف ليرة، معناته قديش عندك كمواد؟ هاي اسمها مواد أولية، 2000 ليرة، هاي مواد أولية، هاي شو هي؟ مواد أولية وهي متغيرة، مواد أولية مباشرة متغيرة. هلا لما بكون عندك 5 طاولات يا إلاف، كم لوح بلزمك؟ عشرة، صح؟ إلاف مظبوط هالكلام ولا لا؟ جاوبني. تمام، ضرب 1000 قد يساوي 10,000. تمام، اذا عندك اليومين ما بدك تشغل 0 طاولة، كم لوح راح تستخدم؟ الاف جاوبني انت، الاف 0. وش قد ضرب 1000؟ شو قد معناتها مقدار التكلفة؟ 0. وبالتالي هون جواب لسؤالك، بالتالي تعتبر الألواح الخشب
كمواد أولية هي تكلفة متغيرة عند انعدام النشاط ينعدم تلك التكلفة. فهمت؟ طبعا حجم النشاط صفر، وبالتالي حجم التكاليف المتغيرة رح يكون صفر. شلون يعني لما ما يكون؟ لا يعني اذا انت ما طبعا ما عندي مبيع، ما عندي انتاج، وبالتالي قديش التكلفة المتغيرة؟ عدد وحدات صفر، وبالتالي تكلفتي صفر. واضح؟ في سؤال آخر؟ هلا عيدني من الوظيفة عشان ما نجاوب شو اسمه، بس منيح سألت على الوظيفة. بالوظيفة في المسألة الأولى، في عندك جدول، العمود الأخير كاتب لك هون عدد الوحدات المتوقعة محطوطة 1500، هي خطأ 15000، لأني لما حيطط أنا هون 6 وهون 90000 الإجمالي، معناتها كم قطعة أنا منتج؟ 6 ضرب 15000 قديش؟ 90000. ولما حيطط هون ليرة سوري وحدة تكلفة متغيرة، وحيطط هون 15000، كم وحدة؟ معناتها عندي عدد 15000. هذا بس هي تنتبهوا لها في الوظيفة، في المسألة الأولى. عن أين مسألة عم تحكي يا إلاف أنت؟ على المسألة الأولى؟ الثالثة، هلا عيدنا من الثالثة، عيدني هلا من شوي. خلينا نحن في المسألة الأولى هي. واضح؟ مو شرط أنا اليوم إذا ما جيت يا إيلاف، مشان أشرح لك القاعدة. لما ما لي يعطيك عدد الوحدات الإنتاج، اعتبر هي ما لي يعطيك، إذا أنا جيت قلت لك إيلاف، إذا جيت أنا قلت لك أخي إني التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة قلنا نحن شقد لوحين خشب حقه 1000 ليرة، صح؟ وعطيتك انت 25000 ضرب 1000 ضرب لوحين يساوي 2000 ليرة، التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة 2000. قلت لك انت دفعت الواح خشب 30000، معنى ذلك كم طاولة انت مشغل؟ انت لحالك تتحسبها، بجوز ما اعطيك اياها، اجي اقول لك اني قيمة المواد الأولية 30000، وكل طاولة بتحتاج 2000 ليرة، معناتها انت كم طاولة منتج؟ جاوبني إلاف، قد حجم النشاط معناتها؟ لا بنتي، 1000 ليرة حق اللوح، حق اللوح انا بلزمني لوحين خشب، هي عدد الالواح. عم بقول لك انت تماما 15، وبتشون حسبتها انت؟ معناتها 15، قلت 30000 تقسيم 2000، اني كل واحد طاوله تحتاج 2000 ليرة. طب اذا انت دافع 30000، معناك كم طاوله عندك؟ 15. فهمت يا إلاف؟ شلون تقريبا؟
ما بدنا شيء اسمه عدد الوحدات المنتجة يساوي إجمالي التكلفة المتغيرة على التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة. قانون، خلص هذا القانون لحالك انت بتحسبه. واضح؟ ما بدنا تقريبا، بالضبط. في أي سؤال؟ يلا، طالما ما في حدا عنده أي سؤال رح ننهي اليوم محاضرتنا، ونلتقي فيكم الأسبوع القادم إن شاء الله بنفس الموعد. وصلنا عند نقطة تحليل التعادل. في حدا عنده استفسار او شيء قبل ما نسكر المحاضرة؟ يلا، نحن معناتها اسبوعنا القادم ان شاء الله راح نكمل بتحليل التعادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أمل أن نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في المحاضرة التاسعة إن شاء الله.